هذه المرثية في المرحوم حسن محمد جبران مقدمة من محمد حسين مجنى وزيد علي حمود وحمزة طرقة وإبراهيم محمد قمادي، كلمات الشاعر نجم محمد القاضي. إيه لحب الرق العسى والحزن في نعم صعد واعتلم يا عزت جبال الرواسي بلاننا وارتعش منها عنام من فراقك يا حسن ما ساع عظيما قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني. الله أكبر حرقة الفرقة لما وابن طرقة قال يا دنيا ارحمينا قد تجرعنا الألم فجعة يبقى أثرها لسنين من تشادك الشهام من محمد صاحب الخلق العظيم لاحب الرق العسى والحزن فينا عم صعد واعتلم هزت جبال الرواسي بلاننا وارتعش منها عنام من فراقك يا حسن ما ساع عظيمة قال زيد احمد حمود الله يعينا والله ان فقده الم ذا البلاوي تجعل القاسي لنا جرح جبره ملتام وسال الرحمن وابراهيم القمادي قال انا من فراقه في الم كان اخي والكفو دبن استعينا كان وفي محترم يرحم ربي وفي الجنه نعيم ضيق صدري يا متى ببقى حزينا شدت الدنيا الهمم فراق الموت الاحب شيا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج قال يا دنيا ارحمينا قد تجرعنا الألم فجعة يبقى أثرها لسنين من تشادك الشهام بن محمد صاحب الخلق العظيم لاحب الرق العسى والحزن فينا عم صعد واعتلم هزت جبال الرواسي بلاننا وارتعش منها قال زيد احمد حمود الله يعينا والله ان فقده الم ذا البلاوي تجعل القاسي لنا جرح جبره ملتام وسال الرحمن في الجنه نعيمه وابراهيم القمادي قال انا من فراقه في الم كان اخي والكفو دبن استعينا كان وفي محترم يرحم ربي وفي الجنه نعيمه ضيق صدري يا متى ببقى حزينا شدت الدنيا الهمة
قام والحوادث فالزمن باقي دميمه. ربنا صل على طه الأمين ولطه تعتلم ذكر باقي وجاب ربي علينا ذكر باقي ولي خدم ربنا بدأ حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني.